هذا ويتناول برنامج حديث اليوم إجراءات مملكة البحرين الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا. البرنامج الذي يبثه تلفزيون البحرين في الساعة التاسعة مساء سيستضيف المقدم طبيب مناف القحطاني رئيس غرفة تحكم وترصد فيروس كورونا المستجد. وسيتناول البرنامج ما قامت به مملكة البحرين فور تسجيلها لأول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19، إضافة لأهم الخطوات الإحترازية والوقائية التي يجب على المواطنين والمقيمين اتخاذها.